انت معلم ومنك الناس تتعلم يعني ايه كلمة معلم. حلو قوي. يعني ايه شكل واداء وروح المعلم. كفي تشيء تلاقي. يعني ايه بعد كل السنين دي تفضل في قلوبنا معلم. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فنان. النهاردة انا عاوز اعرف. انا اللي عايز اعرف. لا معلش انا اللي سألت الاول. وماله اجدع ناس. انا مش استنهازي. استنهازي؟ هو فنانين زمان كانوا بيجيبوا الكلام ده منين؟ شوفي بقى يا ست، كل واحد مننا متخصص في صمت. طب لو حاول اي ممثل غيرك يعمل دور المعلم. ليه كده يا فنان؟ امال لو سألتك عن رأيك في معلمين اليومين دول؟ في حاجة وردناري خالص. ودول بقى حضرتك تعمل معاهم ايه؟ ان هذا كذلك هو الحرب بيني وما بينهم. هذا كذلك ايه ايه اللي حصل؟ عامة هما يستاهلوا. اتريك طلعت يا هبتولي اوي. هبتولي؟ طب ممكن استأذن حضرتك في حاجة؟ بس انت تطلب. لا ايه ده؟ حضرتك فهمتني غلط، انا عايزة ابتدي الحلقة. على خيرة الله. مع معلم السينما المصرية. هايل. الفنان الكبير. خير ان شاء الله. محمد رضا. يلا بينا. ووصلنا عند ابن المعلم الكبير الفنان الاستاذ محمد رضا. ازاي حضرتك يا استاذ احمد؟ الحمد لله تمام. انا مبسوطه جدا ان انا جيت لك النهارده. طبعا يعني انا بابايا في بداياته كان في فرقه الاستاذ محمد رضا، فانا مبسوطه جدا جدا ان انا عند حضرتك النهارده. الله يخليك. لا والدي كان حبيب الوالد وكان مقرب اليه، وانا سعيد بوجودك. اشرحها لي. اول جزء هسالك اسئله سريعه وتجاوب عليها من غير ما تفكر، اوكي؟ ولو في سؤال مش عايز تجاوب عليه او مثلا مش فاكره قول لي باس مش فاكر، اوكي؟ والجزء الثاني هقول لك معلومه، هو اسمه اشرح لي، هقول لك معلومه وعن الفنان طبعا محمد رضا وانت تشرحها لي. تمام. اوكي مستعد؟ يلا يلا بينا. اسم الفنان محمد رضا بالكامل. محمد رضا احمد عباس. مواليد سنه كام؟ 1921. محافظه ايه؟ اسيوط. برج ايه؟ قوس. دراسته ايه؟ هندسه. كان بيشتغل ايه قبل التمثيل؟ مهندس بترول. هل والدتك كانت موافقه على عمله في الفن؟ ايوه كانت موافقه. اكتر لون بيحبه؟ لون في الالوان يعني؟ ابيض احمر ازرق اللبني. اكتر لون ما بيحبوش؟ احمر. اكتر اكله بيحبها؟ الفته. اكتر اكله ما بيحبهاش؟ والله ما فيش حاجه ما بيحبهاش. كان بيحب يطبخ؟ لا. كان بيحب القهوة ولا الشاي؟ شاي. كان بيحب السجاير ولا الشيشة؟ شيشة طبعا. شيشة طبعا. طبعا. ما يشرب ايه؟ دور عمله كان بيحبه جدا. 30 يوم في السجن. دور عمله ما كانش بيحبه. في كرة لا يدخلون الجنة. اكتر دور كان قريب من شخصيته الحقيقية. المعلم سلطان في معبود الجماهير. اول عمل مثل فيه او اول فيلم مثل فيه. اول مسرحيه مثل فيها. زواج مدى. اول مسلسل مثل فيه. مش فاكر. اخر مسلسل مثل فيه. ساكن قصادي. اسم دلع بيحبه قوي. دودو. اسم دلع ما بيحبوش. لا مفيش. كان بياخد رايكم في ادواره؟ اكيد. كان شديد يعني مثلا لو حد عمل حاجه غلط كان ممكن يتعصب قوي ويزعق؟ لا هو ما يتعصبش. لا. طب قول لي صفه ما حدش يعرفها عنه. كان مثلا رومانسي؟ كان رومانسي؟ لا كان كان خجول. يعني مش يعبر يعني عن حبه؟ لا كان خجول. هل كان رافض دخولكم مجال الفن؟ ابدا. كان دمه خفيف في الحقيقه جدا. مين اقرب اصدقائه في الوسط الفني؟ كل الوسط الفني كانوا اصدقاء. يعني محمد عوض، فؤاد مهندس، فريد شوقي، توفيق الدقن، كتير كتير.
طب كان بيحب يمثل مع مين اكتر؟ وكان له مجموعة بتاعته اللي هي مقربة منه اللي هم الشلة بتاعت المعلم. اللي هم مين؟ نبيلة السيد، عبد السلام محمد، بريم سعفان، سيد زيان. بيحب ايه اكتر، المسرح ولا السينما؟ مسرح طبعا. طيب احنا خلصنا الجزء الاول كويس. بتاع الاسئله الحمد السريعه الحمد لله. الحمد لله. هندخل في الجزء الثاني اللي هو اشرح لي. تمام اوكي. اول معلومه، كان مهندس بترول بعد كده بقى ممثل. تمام. ازاي بقى ده حصل؟ والله هو الوالد يعني كان بيهوى التمثيل وكان عنده موهبه موجوده من صغره، وفي خلال مرحله دراسته في المدرسه كان مشترك فريق تمثيل وبيعمل مسرحيات، والنظر بتاعه كان تنبأ له ان هو هيبقى له مستقبل كويس في الموضوع ده. بس والده كان طلب منه هو لازم يكمل تعليمه ويمشي في خط تعليمه، وبعد كده يعني لو عايز يعمل اي حاجه مفيش اي مشكله. فعلا الوالد بقى خد طريقه واتخرج من الهندسه التطبيقيه العليا سنه 37، وعمل في شركه بترول في السويس بعد ما خلص التعليم، وكان استمر. برغم كده ما كانش برضو ايه نسي الهوايه اللي هي متمكنه منه وحبه للفن، وان هو حس ان هو عنده موهبه وموهبه حقيقيه. فحصل في الوقت ده ان في مجله اسمها دنيا الفن كانت عملت مسابقه للوجوه الجديده، وكان عدد كبير قوي اتقدم، والوالد اشترك فيها وطلع التاني من ثلاثة، يعني اختاروا ثلاثة وهو كان تاني واحد فيهم. وهو تخيل بعد نتيجة المسابقة دي ان كان فيها اللجنة فيها استاذ صلاح ابو سيف، فيها مجموعة ناس كتير يعني من الكبار في الوقت ده. فهو تخيل انه كده خلاص الدنيا هتفتح ذراعيها وهيبدأ بقى يتجه لموضوع الفن والكلام ده. بس اللي حصل انه لا، ما فيش حاجه وما لقاش انه في الدنيا. ففي الوقت ده فكر ان هو يعني يستمر ويقعد في عمله في السويس، وهو شغل ناجح. وفي الوقت ده يعني كان بيضافر كده هو متزوج، وكانت اختي أميمة ولدت وعنده ابنه وتزوج، ففي مسؤوليه وفي بيت والكلام ده كله. بس الحقيقه يعني هو الرغبه عنده موجوده، ووالدتي يعني كانت يعني ساعدته ان هي تقبلت فكره ان هم يسيبوا السويس وينزلوا القاهره ويبدا من اول وجديد ويبدا يشق طريقه من ناحيه الفن. ففعلا ده اللي حصل. وبعد كده كان التقى بصديقه استاذ توفيق الدقن، واستاذ توفيق هو اللي نصحه ان هو يعني يكمل الموهبه اللي عنده بالدراسه وان يخش المعهد عالي للفنون المسرحيه. ففعلا دخل المعهد ودرس على يد استاذ زكي طليمات واستاذ يوسف وهبه، وقعد في اتخرج سنه 53، وبدا بعد كده بقى يشق طريقه في ان هو يبدا بقى اعمال صغيره، افلام، مسرحيات. كان في فرقه المسرح الحر وبدا فيها، وكان عمل بعض الافلام كان بيطلع فيها وكيل نيابه، يطلع ضابط، دكتور. وبعد كده بقى بدأت ارتباطه بشخصية المعلم. طلع عليه لقب معلم السينما، مين اللي طلعه وامتى وليه؟ هو بعد أدائه لشخصية المعلم كرشة في ذوق المدى وارتباطه كتكرير شخصية المعلم، تحول ان هو بقى المعلم خلاص. اي حد حتى هو كان في المسمى بتاعه معلم كده، احنا نقول يا معلم حد في البيت يعني. في البيت حتى في البيت كان ليه الترزي بتاعه؟ طبعا في اللبس الافرنجي او لبس المعلمين او البلدي، يعني اللبس البلدي له الترزي بتاعه كان في الجيزه، وهو اللي كان يفصل له كل هدومه. جه فتره المخرجين اتفقوا مع بعض علشان بينظموا وقته في التصوير. ده حقيقي حصل. حصل فعلا لما كانت تتضارب في اكتر من عمل بيأدي في شخصيه معلم وكلهم عايزينه، فكانوا يتفقوا مع بعض ان هم ينسقوا مواعيده على اساس انه يقدر يأدي لهم كلهم الادوار بتاعتهم. في فترة مجمع اللغة العربية طلع تحذير ان محمد رضا هيأثر على اللغة العربية. لا، هو كان الكلام اتقال فعلا، كان حاجة زي كده على اساس ان هو كان مشقلب الكلام، وقالوا هو هيبوظ اللغة خالص ومش هينفع الكلام ده. بس الوالد قال لهم يعني ما معنى ده التمثيل، ومش هيحصل انه اللغة بتاعتنا جميلة ومش هتأثر ابدا. كان يعني بيشقلب الكلام في كل حاجة. كان بيشقلب الكلام فعلا. مين اللي كان بيعمل له الطريقة؟ لا هو. لا ده هو دي طريقته، وهو اللي كان يقعد يكتب ده بنفسه
وهو اللي يصيغ الصياغه دي. فهو الوالد كان بيعمل كده. دلوقتي حضرتك قلت لي ان انت محضر لي مفاجاه، وهي فعلا كانت مفاجاه بالنسبه لي عشان ما كنتش اعرف وانا جايه ان انت هتوريني علبه الشنبات والهدوم بتاعه الفنان محمد رضا، الاطقم بتاعه الوالد. ماشي يلا بينا، متحمسه جدا. يلا بينا.